السلام عليكم اخواني اخواتي، احنا الان في المدخل ديال مدينة القنيطرة، خارج من طريق السيار وداخلين لمدينة القنيطرة. انتم كتشوفوا يعني القضية مازال مزيرة شوية هنا في القنيطرة، يعني مازال المراقبة. راه تقريبا من الخرجة ديال طريق السيار حتى لدابا يعني راه تقريبا واحد نص ساعة ديال الانتظار، وهي مازال يعني القضية مازال شوية مزيرة هنا. خصوص في هاد الوقيته دابا مع الرجوع ديال الموظفين من مدينه الرباط، كيكون شويه ديال الزحام. دايرين ديك اللعيبه زوينه بعدا ديال التعقيم. برافو، ممتاز.
مرحبا بكم في مدينة القنيطرة. لقيتينا في قنيطرة دابا جينا للدران. مشيتي اخويا طلعت غير واحد الباساج برا ديال شي الاخوان شهر جوج شادين دوزا في هاد الكونفيرمون اللي كان عندنا وجيت هادشي اللي كان كلشي بخير. لا لا باهي قاسم اخويا ولي معايا. تيسمع لي قلتي خالد. لا لا باهي قاسم الله يرحمه ويندم الله يرحمه. تشوف مع ابراهيم ولا هذا كلشي مالو برشي برشي لا 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 خاكو خاكو راه قلبو بيضغى ماشي مشكل. انا نعيط له الاول نعيط له نعيط له انت الو اهلا سيدي عز الدين الله يحفظك اخويا بارك الله فيك ومبروك اخويا الزياده وتكبر في عزك ان شاء الله وتدير سي عز الدين وخصنا نجيو ناكلو الرفيسه دابا الله يحفظك الله يحفظك اكيد يا اخويا اكيد الاخوان الواليد كلشي بخير الله يحفظك المرضي الله يحفظك بارك الله فيك كلشي لاباس الله يحفظك اخي بارك الله فيك شكرا الله يحفظك شكرا تحياتي خويا صافا زعما ما طابي تطامن باغي يشري جديد دار شي لاصه اخر ما عرفت ما سويتش تطامير هادي من ديال المبادرة قلب واش خدمة ديالك انت؟
جديد واقف جديد عندك؟ باقي مكراضون هنا ما نفرشهم.